موضوعنا التالي قد يعاني منه الكثير. منه؟ أنا وأنت من ضمن الذين يعانون. لا روحك. لا؟ ماني سامع المحادثة قبل شوي انتهوا الدكتورة. طيب كثير منا يشكو من صعوبة الحفاظ على وزنه بعد انقاصه سواء بمساعدة الحمية الغذائية أو الرياضة، فبعد الوصول للوزن المرغوب لا يصح العودة إلى نظام الأكل السابق حتى لا يعود الجسم لاكتساب السمنة من جديد، بل يجب على الفرد اتباع خطوات معينة للحفاظ على وزنه اللي هو معادل طبعا أحد ثاني. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستوديو اختصاصية التغذية فرح شبيب، حياك الله فرح. صباح الخير. صباحك فرح. صباحكم فرح وسعادة. الوصول إلى القمة سهل صح، المحافظة عليها هو الصعب. طبعا أكيد. الواحد لما يوصل إلى الوزن المثالي يشعر أنه هو أنجز إنجاز عظيم، بعد بممارسة الرياضة صح. خلينا نتكلم، ينزل بسرعة، يقف، يرجع ينزل مرة ثانية، يصل إلى الوزن المثالي اللي بالنسبة له صح. لكن بعد ذلك تقل الرياضة ويرجع يبقى السيستم الغذائي أو النظام الغذائي مثل ما هو. طيب قلت لي على نقطة كتير مهمة، الرياضة جزء أساسي من حمسمية رحلة نقصان الوزن، ولكن كتير أشخاص لازم يعتبروا هالرحلة هي عبارة عن رحلة تعليمية، لازم يعرفوا أنه ما نحط حالنا بنحن نسميه دايت او نظام غذائي، لازم نتعلم كيف ناكل صح، نتعلم كيف حتى لما نروح على السوبر ماركت نشتري الاغراض، لانه ما حدا بيضل على دايت طول حياته. للاسف كثير ناس لما بتحط حالها بدايت بصير في عندها مثل ستريس او ضغط نفسي انه انا بدي اوصل لهالوزن وبدي اوصل لهالوزن بهالفتره الزمنيه القصيره، فبدل ما انه هن يتعلموا كيف ياكلوا صح لحتى يوصلوا لوزنهم ويحافظوا عليه بصيروا عم يوتروا حالهم اكثر. فلهيك الرياضه شيء اساسي من النظام الغذائي، ولكن كمان بدنا نهتم انه ما بس نلعب رياضه ونلغي الاكل الصحي طبعا. هلا هون نجي نحن لنقطه انه لما دائما بنحط هدف لحالنا او الوصول للوزن، نعرف شو العادات الغلط اللي كنا نعملها من قبل لحتى بس نوصل للهدف تبعنا نقدر نحافظ عليه. فهذا اول نقطه لحتى نقدر نحافظ عليها ونقدر نحن نبتعد عنها. نبتعد بالضبط. يعني مثلا مثل الاشخاص يلي بيشربوا كثير القهوه الصبح وبيحطوا مثلا معلقتين سكر، بتجي تقول لهم مثلا خلص تشرب القهوه من دون سكر، ما حيقدر يتقبلها، فهي عاده خاطئه انه نحن نحط سكر كثير. شوي شوي بنخفف كميه السكر لحتى اول شيء نحن نتعود على الطعم الاقل حلاوه، وبنصير بس نوصل للوزن تبعنا ما بنرجع للعاده الغلط. فكثير مهم انه الواحد اللي تكسبنا سعرات حراريه. اكزاكتلي. طيب فرح، يمكن بغض النظر عن العادات يعني هي اكيد شيء مهم واساسي، لكن في ناس طبيعه اجسامهم اللي هو وزن اليويو اللي طالع نازل طالع نازل، فما في يعني ثبات في الوزن. عدل ما يضحك وزن اليويو. فكرتك صح. إيه. بيسموه اليويو. اليويو اليويو دايتنج اللي بصير مع هالاشخاص انه اول شيء هالاشخاص بيكونوا عم يلتزموا بنظام غذائي عشوائي، او نحن بنسميه الفات دايتس. الانظمه الغذائيه كثير قاسيه، يعني بيكون مثلا بيعتمد مثلا بس على الشوربات، او مثلا الاشخاص اللي فتره طويله بيعتمدوا على البروتين دايت، او مثلا بيعتمدوا على نوع واحد من الفواكه، او ديتوكسينج لفتره طويله. فهدول الاشخاص بيصير في عندهم اليويو دايت، بس يوصلوا للوزن اللي بدهم اياه، بس يوقفوا بيرجعوا بياكلوا بطريقه طبيعيه بيرجع بيزيد وزنه. فلا، نحن لحتى نقدر نحافظ على وزننا لازم نكون عم نتبع نظام صحي بشكل. خلينا نوصل معك الى نقطه فرح، حتى الجسم لا يصير نفس الكورديون. يعني هذه للاسف هذه المشكله. كيف نحافظ على هذا الوزن؟ ما هي الخلطه السحريه او النصائح السحريه اللي تخلينا ثابتين على الاقل؟ اذا زدنا كيلو كيلوين اكيد مش 6 7 10 رجعنا الى وزن. هلا اول شيء حكينا على العادات، اول شيء لازم نهتم نعرف العادات الخاطئه ونغيرها. ثاني شيء نوع الغذاء اللي احنا عم ناكله، يعني نهتم انه نحن ناكل 3 حصص من الخضار، حصتين من الفواكه يوميا. مش اقول انا خلص دايت ما عاد اكل فواكه او ما عاد اكل خضره، لا، لازم تضل محافظين عليها حتى بعد ما نوصل على الوزن تبعنا. النشاط الرياضي جدا مهم، يعني نحن دائما بننصح انه اقلها 30 دقيقة مشي، اذا الاشخاص ما عندهم وقت يروحوا على نادي رياضي، او حتى مثلا ممكن نعمل اي نشاط رياضي غير الجيم، يعني سباحة، الهرولة، الركض، هدول كلهم اشياء ممكن تساعد على الحفاظ على الوزن. وكثير مهم انه نحن نبتعد عن الحلويات، مثلا الشيبس، الشوكليت،
ما فينا نحن نلغيها كليا، ولكن الاعتدال، يعني انا اذا حبيت اكل قطعه شوكولا ما في مشكله باخذ قطعه شوكولا قطعه صغيره، بس نحاول نعمل هالعادات مش يوميه لحتى نقدر نحافظ. يعني ممكن واحد يكون معزوم على عزيمه فيه يتعشى او يتغدى الوجبات اللي كثير اكثر من احتياجه كسعرات حراريه، ولكن بعدها انا بقول ثاني نهار انا حاعمل رياضه، ححافظ انه بعدل، بس مش انه خلص وصلت للوزن تبعي. يعني مبدا انه الشخص يتعشى زي ما ذكرتي اليوم، واذا مثلا تعشى او ثقل يصوم يومين، يوم او يومين، يعني مبدا الصيام هذا الان صار دارج كثير، اللي هو 12 ساعه او 16 ساعه ما ياكل. لا، هل ممكن ينقذ الامر؟ لا، نحن عم نحكي على نقطه الصيام بهالطريقه، بالعكس ممكن يعمل لي اليويو دايتنج. لا بالعكس، نحن عم نقول انه مثلا انا اكلت وجبه ثقيله بالليل، ثاني نهار انا بحافظ شو بدي افطر، شو بدي اتغدى، السناك تبعي، العشاء، وخلال هالنهار انا لازم اكون عم بعمل نشاط رياضي، اللي هو نحن عم نقول مينيمم اقلها 30 دقيقه، ودائما يعني حتى خلال النهار نحن نكون في عندنا حركه، ما نضل مثلا قاعدين على المكتب، قاعدين على الكرسي، يكون في عندنا حركه، مثلا بدل ما نستخدم الاليفيتر نستخدم الدرج، هالحركه شوي بتاثر على الحفاظ على الوزن. وكثير نقطه مهمه المي. يعني ايه انه الاشخاص اللي ما بيشربوا مي دائما معدل الحرق عندهم بيكون جدا بطيء، فللاسف هي نقطه كثير مهمه. يعني اكثروا شرب المياه واتبعوا النصائح السحريه لفرح شبيب اختصاصيه التغذيه حتى يبقى الوزن ثابت ولا تكسب ولا يصير يويو ولا يصير يويو. شكرا جزيلا فرح، يعطيك العافيه.